بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي احول ملف دي دبليو اف ل دي دبليو جي؟ طيب تعال نعرف برضو ايه هو الدي دبليو اف وايه هو الدي دبليو جي. الدي دبليو اف ده ملف ممكن نصدره من الاوتوكاد او نصدره من دي اكس اف، بيبقى مجرد بس ان انت بتديه الواحد يراجع اللوح ويعمل مثلا كلاود، يعلم شويه علامات على اللوحه مثلا، يحط شويه دايمنشن، يقول لك بس شويه ملحوظات. الدي دبليو جي هو اختصار دروينج، وده امتداد بيشتغل على الاوتوكاد. ففي برنامجين بيحولوا الموضوع دوت، في برنامج اللي هو تبع اوتو دي دبليو جي بيحول دي دبليو اف لدي دبليو جي، تمام؟ ميزته ان انت ممكن تديله ملفات كتيره يروح محوله مره واحده. وكذلك ان دي دبليو جي هتلاقي في جواه ان دي دبليو اف تو دي دبليو جي كونفرتر، تمام؟ ده برضو بتديله 100 ملف يروح محولهم لك كلهم مره واحده، تمام؟ هما اعتقد الاتنين بفلوس. طيب هنعمل حاجه دلوقتي بسيطه. ده برنامج مجاني من اوتوديسك اسمه اوتوديسك ديزاين ريفيو، تمام؟ كل اللي انا اعمله ان انت تفتح لوحه الدي دبليو جي وتقول له برنت، تمام؟ وتختار تقول له ادوب بي دي اف او اي حاجه هصدرها لك بي دي اف. انا بفضل بي دي اف كرييتور لانه اوبن سورس. وبعد كده تعمل اعدادات، مثلا اخلي دي مثلا اي زيرو، وبعد كده هقول له اوكي، تمام؟ ما دامت اللوحه بقت بي دي اف فاصبح سهل جدا ان انا احولها لاوتوكاد، لان الاوتوكاد دلوقتي بالذات اوتوكاد 2017 بيقبل البي دي اف، تمام؟ فالموضوع ما بقاش فيه مشكله، تمام؟ هقول له سيفولي مثلا في سيف، هنسيفه مثلا على الاف 13، تمام؟ بمجرد ان هو يتحول في برنامج بروفيشنال وممكن تعمله من الاوتوكاد من غير برامج خالص، اسمه ايبل تو اكستراكت. ده بيحول اي لوحه بي دي اف لاوتوكاد. فهتقول له اوبن وتدور على الملف اللي انت سيفته دوت مثلا، وهقول له اوبن، وبعد كده تعمل له سيلكت اول، تمام؟ ميزة البرنامج دوت ان اي ملف عندك تقدر تحوله لباوربوينت، تحوله للوورد، اكسل، زي ما انت عايز حسب الحاجه اللي انت عايز سيفها، تمام؟ فهقول له حولها لي لاوتوكاد، ويبدا يحول لي هو الملف ده كله لاوتوكاد. هقول له دي دبليو جي ستاندرد ار جي بي، تبدا تشوف الخصائص، اليونت، البول لاين ويتس هيبقى قد ايه، وبعد كده السكيل قد ايه، وتقول له كونفرت، هو يبدا يحول لك الملف دوت.